السلام عليكم، برحب فيكم في مادة الريادة. اليوم حنتكلم على تشابتر 10 بتكلم على الفاينانشال بلان. الفاينانشال بلان زي ما هي تو بروفايد ذا انتربرينور وذ ذا كومبليت بيكتشر اوف ذا امونت اوف فاندز اند وين ذي ار كامينج ان ذا اورجانيزيشن. يعني بشكل عام هذه الخطة المالية للمؤسسة، وهذه من اهم الحاجات اللي بتطلع عليها كل من بدي يدخل في المؤسسة، سواء الموظفين، سواء الموزعين، المزودين، الناس المستثمرين، الناس اللي بدها تعطي قروض، كل الناس اللي بدها تشارك. فيعني كل من بده يدعم فيها بحب يشوف هذه بشكل واضح. Where funds are going and how much cash is available. يعني هذه وين الفلوس رايحة وقديش سيولة موجودة. هذه مهمة، كلمة سيولة مهمة جدا لأي بزنس. الـ projected financial position of the firm، وين هو وضعه المالي، إيش هو. The plan explain how the entrepreneur intends to meet financial obligation and maintain the venture's liquidity. يعني بشكل عام هذا كيف الشخص الريادي هذا بده يعني بشكل أساسي كيف بده يلتزم يعني بالمسؤولية المالية أو بالالتزامات، يعني يجيب على الالتزامات المالية تبعت الشركة هاي، وكيف يحافظ على السيولة في هذه الشركة. These are developed before developing the pro forma income statement. هذول قبل ما يعمل البرو فورما انكم ستيتمنت لاي شغله. السيلز بادجت يعني ان استيميت اوف ذا اكسبكتد فاليو اوف سيلز باي ذا مانث، يعني قديش حجم المبيعات وقديش قيمه المبيعات هاي بالشهر. كوست اوف سيلز كان بي ديتيرمين فروم ذا سيلز فوركاست، يعني هذا من قديش انا بتوقع ابيع، توقعاتي للبيع. In manufacturing venture, cost of internal production and subcontracting are compared. يعني هذه بتطلع عليها قديش الكوست تبعي للانترنال برودكشن، الانتاج الداخلي، والسبكونتراكتنج، الناس اللي بشتري منهم او بعطيهم جزء في هذا للتصنيع الخارجي، او بعطيهم عقد جزئي او عقد بسموه باطن، عقود باطنه. هاي كيف انا بقارنها في هذا المجال. include estimate ending inventory required as a buffer، يعني الانفنتوري قديش انا عندي مواد موجوده، يعني هذا في المحاسبه، في علم المحاسبه الانفنتوري قديش عندي موجود بضاعه، هذه بسموها الانفنتوري. فهذه بشكل عام بحسبوها لانه هذه بشكل اهم. الان سيلز مانيفاكتشرنج بادجت فور ذا فيرست 3 مانث، لاول 3 اشهر. هاي مثلا البروجكتد سيل للشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث. ديزايرد اندنج انفنتوري، قديش انا حابب يكون عندي بضاعه موجوده. available for sale، قديش هذا بضاعه موجوده متاحه للبيع. هاي الارقام موجوده، هان عدد الوحدات. اذا بنلاحظ عندي 5000، انا عندي بدي ضل 100، يعني الموجود عندي للبيع 5000. المية شهر فبراير عندي 8000 وموجود 200، هاي 8200 الشهر هذا بهذا الشكل. الان list beginning inventory، في اول شهر فيش عندي ولا شيء. هان اذا بلاحظ انا عندي قديش بديت هنا عندي كان 5000 وضل 100، هاي بقيت عندي ايش 100. هنا عندي ايش 8200، بعت 8000 ضل عندي ايش 200. هنا البروجكت ذا برودكشن ريكوايرد، قديش هنا مطلوب مني، هنا 5000، هنا 5100 هنا اللي عندي، لانه عندي 100 من الاول صار اللي هي بتجمع ال 5200. هنا عندي 200 ومطلوب مني انتج قديش 12100. Operating costs include fixed expenses incurred regardless of the sales volume.
وعندي variable expenses must be linked to strategy and business plan. الآن الـ capital budget provide a basis for evaluating expenditure that will impact the business for more than one year. الآن الـ fixed expenses والـ variable expenses. تعرفوا الـ variable expenses سهلة. أنا لو بدي أنتج 10 وحدات التكلفة تبعتهم مش زي لما بدي أنتج 20 وحدة، يعني هذه variable، معناته أنا لما بنتج بزيادة الكوست تبعي بزيد، التكلفة بتزيد في هذا المجال، فهذه بنسميها variable. الآن المصنع لو بدي أشغله مطلوب يتشغل 10 ساعات صرت بدي أشغله 24 ساعة، هذه أحيانا 12 ساعة أحيانا 18، هذه variable. بشكل عام الفيكست اكسبنسز زي ايش؟ السالاريز. السالاريز يعني عدد الموظفين الاساسيين، هذه فيكست. يمكن يكون في عندي ناس بدي اشغلهم اوفر تايم غيره، هذه بتصير بتدخل على الفاريبل، بس الاساسي يعني الاجار تبع المكان، التكلفه تبعت الاجهزه، الفواتير سواء الكهرباء المية التليفون، هذه نوعا ما فيكست. فالسالاريز عندي مثلا هنطلع عندي في حاجة شبه فيكس اللي هي البيس هان 23.2 23.2، هذا زادت بس في عندي جزء منها فيكس وجزء فاريبل. الرنت ثابت، اليوتيليتيز ثابتة اللي هي الفواتير، الادفرتايزنج هنا في تغير فيها لأنه من شهرها، السيلينج اكسبنسز ثابتة، الانشورنس ثابت، البيت البيرول تاكس اللي هي الضريبه تبعت الرواتب متغيره حسب الراتب اللي عندي، ديبريشيشن اللي هي احيانا القيمه تبعت الشغله بتنزل، الديبريشيشن اللي هي النقص في القيمه لشيء، يعني انا مثلا بيبقى عندي جهاز، الجهاز هذا لما شريته كان ثمنه 10000 دولار، الان بعد 6 اشهر بتنزل قيمته، بعد سنه بتنزل، بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، فهاي بسموها depreciation اللي هي النقص في القيمة، القيمة الجهاز أو المنتج اللي عندي، فهذه depreciation هذه القيمة ثابتة، office expenses هذه ثابتة بغض النظر اللي عندي، هاي total expenses. طبعا هذا نموذج بسيط للoperating budget بشكل عام. الآن الـ Pro Forma Income Statement، Pro Forma Income Projected Net Profit Calculated from Projected Revenue Minus Projected Cost and Expenses. يعني هذا إيش هي؟ اللي هي بتيجي Calculate للـ Net Profit، قديش الـ Net Profit Calculated from Projected Revenue Minus، قديش أنا الفلوس الداخلة عندي، الدخل قديش، وبين الكوست والاكسبنسيف بطرحها بالاكسبنسز بطرحها منها. السيلز باي مانث از كالكوليتد فيرست، يعني المبيعات بالشهر في الاول بيحسبها. البيسز اوف فيجر ماركتنج ريسيرش اندستريال سيلز ترايل اكسبيرينس فوركاستنج اند فاينانشال داتا اور سمول ستارت ابس اللي عندي. هذه طبعا الفيجرز باجي بحسبها بناء على معلومات زي ما حكينا هان الماركت ريسيرش والاندستريال سيلز وكل هذه الشغلات. الـ projection for all operating expenses for each month during the first year should be made. يعني التكلفة التشغيلية لكل الأشهر تبع لكل شهر في السنة الأولى لازم يكون انعمل في هذا. Increase selling expenses as sales increase. طبعا التكلفة المبيعات حتزيد زي طالما البيع ايش بزيد. Changes in expenses during the first year can necessitate month by month illustration. طبعا هذه في السنة الأولى في تغيرات جوهرية وهذه اللي بتأثر على الشركة. Increase in individual expenses need to be reflected in the first year pro forma income statement في هذا المجال. The projections should be made for year 2 and year 3 as well consider expenses that are likely to remain stable over time. طبعا اذا انا عملت البروجكشن للسنه الاولى بقدر بسهوله اعملها للثانيه والثالثه في هذا المجال. الان نجي نطلع هاي السنه، هاي السيلز اللي عندي الموجوده
2032، هاي طبعا بال1000 دولار، 20,000 دولار، 32 لشهر فبراير مارس ابريل ماي جون، بتطلع جون وجولاي اوغست اعلى مبيعات. الان سبتمبر واكتوبر نزلت، نوفمبر وديسمبر هذا شهر اعياد فزادت المبيعات فيه. الان الليس كوست اوف ذا جود سولد، قديش التكلفه اللي عندي؟ انا اذا بعت 20 10 انا 32 تقريبا النص التكلفه 50%. الجروس بروفيت، هذا النت جروس بروفيت اللي عندي بطلع عليها، الجروس بروفيت هذا قديش؟ هذه المبيعات ناقص التكلفه. كويس، هنا اعطتنا 10 16 24 وكذا. الان هذه مش مخصوم منها، هنا قديش بعت وقديش التكلفه علي. الاوبريتنج كو اكسبنسز مش محسوبه فيها. الان لما نحسب، بدي احسب هاي الاوبريتنج الرواتب، هي موجوده ها. الرنت الايجار، اليوتيليتيز الفواتير تبعت الكهرباء المية غيره، الادفرتايزنج الاعلانات، السيلز اكسبنسيف اكسبنسز اللي هي تكلفه البيع، الانشورنس التامين، البيرول تاكسز اللي هي الضريبه تبعت الرواتب، الديبريشيشن اللي هي انخفاض القيمه، الاوفيس اكسبنسز، هذول كلهم. الان التوتال اكسبنسز جمعتهم هذا لكل شهر من الاشهر الموجوده لها. الان هذه وهذه تبعت، لو داجي اطلع عليها بدي اجي للرقم الهانا الجروس بروفيت اللي طلع عندي واطرح منه ال 47، ايش بيعطيني؟ 37 و4 بالناقص، عشان هيك انحطت بين قوسين، هذه بالناقص، هذه بالناقص، لحتى الان الاشهر شهر 2 3 4 5 6 7 8 9، اذا بتلاحظ هانا حتى في اشهر الصيف اللي فيها لساته فيها خساره، وقتيش صار المربح؟ في شهر 11 وشهر 12 هنا صار في عندي مربح فيها. ككل في السنة أنا خسران 151,000 و351,300 دولار في السنة هاي. يعني هنا السنة كلها بدت بإيش؟ يعني انتهت بخسارة مالية في هذا المجال. الآن لو بدك تطلع في هذه بشكل عام اللي بنحكي عنها البروفورما انكم ستيتمنت، فانت بتجيب هان هاي تكلفة التشغيل، هاي المبيعات وتكلفة الانتاج، هان الجروس بروفيت بتعطيني اياها، وهان ايش الجروس بروفيت ككل. هان هذا الجروس بروفيت بناء على ايش؟ على التكلفة تبعت الموجودة، هان الجروس توتال اوبريتنج اكسبنسيف، وهان بنسميها التوتال جروس بروفيت ككل في هذا المجال. البروجكتد كاش افيلبل كالكوليتد فروم ذا بروجكتد كاش اكيوميليشن ماينس ذا بروجكتد كاش ديسبيرسمنت. الان الكاش اللي هي النقدي، فانت دائما بدك تحسب قديش، لانه هذه مهمه جدا في حياه الشركات. انت اذا عندك فلوس بتقدر تدفع، فانت ايش بتيجي تحسبها؟ قديش النت اللي عندي اللي هي الافيلبل المتاح عندي، بدي اجي انا قديش بدخل لي ناقص قديش انا بطلع من عندي، يعني قديش بدخل وقديش بطلع. It is not the same as profit، طبعا هي مش زي البروفيت. هان sales may not be regarded as cash، لانه البيع انا بعطيه يعني باخذ من فلوس على دفعات متاخره، فهي هذه يعني انا بحط بضاعه ببيعها بس باخذ يعني الشك اللي باخده بدي اقبضه فيه بعد شهر او شهرين، فهو هذا بعتبروش انه كاش عندي. Use of profit as a measure of success may be deceiving if there is a significant negative cash flow. لما يكون عندي negative cash flow معناته انا في عندي التزامات او شكات انا مطلعها انا مش حقدر اغطيها، فهذه مشكلة. اذا انا بدي ابيع واقول اني بعت بس انا ما فيش عندي كاش يغطي. الكاش فلو اللي هي السيولة النقدية كان بي بروجكتد يوزنج ذا اندايركت اور دايركت ميثود اللي عندي، فبدي اجي اطلع عليها. الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتي بدي اطلع على النت انكم قديش هو، ادجستمنت تو نت انكم نون كاش نون اوبريتنج ايتم بلس ديبريشيشن اند
amortization الكاش provided by changes in the current assets or liability عندي in account receivable اللي هي الايش اللي انا في احيان شكات الي حتصل هذه بسميها account receivable يعني هدول الاصل يجيبوا يدفعوا بضاعه الانفنتوري البضاعه الموجوده عندي pre paid expenses اللي عندي في انا حاجات دفعها مقدما account payable يعني في يعني فلوس هذه يعني الاصل انه يرجعوا لي فيهم ترجع لي فهذا بصير النت كاش provided by operating activity اللي هي مجموع الموجود عندي الكاش فلو فروم اذر اكتيفيتي كابيتال expenditure اللي عندي يعني انا قديش عندي التزامات ادفعها على الاستثمار اللي عملته payment of debt للديون قديش عليه دفعات ديون dividends paid الناس المساهمين في ارباح بدها ترجع لهم sales of stock لو انا بدي ابيع اسهم فهذه بتعطيني ايش net cash provided by other اللي عندي الان increase decrease الكاش اللي عندي هذه بتسهم حيجي مثال لاحقا في هذا المجال الانتربنور must make monthly projections of cash if disbursement are greater than receipt entrepreneur must either borrow funds or have cash in bank الان الريسبت اللي هي ايش انا المبيعات تبعتي او الكاش اللي داخل علي اذا اقل من الكاش اللي بدي اطلعه يعني دفعات الالتزامات اللي علي الشكات اللي انا مطلعها او الالتزامات الموجوده علي اكثر من الفلوس اللي بتدخل لي الكاش اللي بدخل لي معناته انا بدي اشوف طريقه انه اداين فيها فلوس بحيث انه اغطي هذا النقص الموجود large positive cash flow need to be invested or deposited in a bank for periods when disbursement are greater than receipt لما يكون عندي انا يعني في عندي positive cash flow فلوس زياده ايش لازم احطها يا اما بدي استثمرها في الشركه او بدي احطها في البنك كوديعه في هذا المجال لفتره اخرى لحيث انه لو انا احتجتها اقدر اعملها يعني بدي استثمر المال الموجود عندي determine the exact monthly receipt and disbursements is difficult طبعا انا لا اعرف بالضبط قديش علي مداخيل وقديش علي التزامات هذه احيانا صعبه pro forma cash flow is based on best estimate يعني هذا حسب احسن تقديرات هاي مثلا هذا هاي السيلز اللي عندي هاي الديسبيرسمنت الدفعات اللي عندي equipment purchase دفعتها في الاول ثمن اجهزه في الشهر الاول cost of goods هايها عبر كل شهر السالاريز عبر كل شهر عندي واذا بتلاحظوا ثابته في الشهر الاول شهرين اختلفت الرنت ثابت اليوتيليتي ثابته الادفرتايزنج يعني بشكل عام اختلفت حول السنه السيلز اكسبنسيف الانشورنس البيرول اند ميسيلينيس تاكسز هي موجوده اوفيس اكسبنسيز انفنتوري اللي عندي قديش عندي القيمه الان التوتال ديسبيرسمنت هي الموجود عندي قديش علي التزامات الكاش فلو طلع عندي هنا عندي 12000 وهنا المطلوب مني 126000 يعني بدي 114000 بوينت 4 هذا المبيعات اللي عندي الموجود عندي فلوس ب 26 27.2 المطلوب مني قديش 61 هنا بالسالب هنا بالسالب اذا بنلاحظ هنا بالسالب برضو لحتى الان هنا بالسالب هنا صار عندي لساتني بالسالب هنا بالسالب 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 طول السنة هنا عندي في السالب فيش إلا بشهر 12 صار عندي إيش بالموجب الآن الـ beginning balance كان عندي 300000 اللي هي الشراكة يعني الفلوس اللي كانت موجودة عندي لما بديت الشركة 300000 الآن لما أطرح منها القيمة 114 تعطيني 185.6 الآن أنا اللي صار عندي موجود في الشهر الثاني هالقد هالكاش بدي أطرح منه المبلغ هذا بضل 151 هذا ال 151 متاح في شهر 3 بطرح منه المبلغ هذا بيعطيني 116 116 متاح بأربعة
فظلني ماشي معهم، بلاحظ إيش من آخر السنة من 300 ألف ضل عندي قديش 41 ألف ونص، هذا الإندنج بالانس للسنة بالطريقة اللي شفتوها قبل شوية. الآن البرو فورما بالانس شيت summarizes the projected assets, liability and network of the new venture. It is a picture of the business at certain moment in time and does not cover a period of time. يعني هي بتعطيني في هداك الوقت مش لكل الوقت. Consists of assets, items that are owned or available to be used in the venture operation can be current or fixed، يعني كان هذه بتبقى جارية أو ثابتة. Liabilities اللي عندي money that is owned to creditor، يعني الأسد الموجود عندي، الحاجات الموجودة عندي. Liability الالتزامات اللي علي، money that is owned by to creditors، يعني أنا ماخذ فلوس ومدينها من ناس. Can be current يعني جارية بتدفع بشكل عام، or long term debt يعني هذه بتدفع يعني مؤجلة. الاونرز اكويتي المساهمه اللي عندي اللي دفعها الاونر في الشركه، يعني المالك في الشركه، هذا بسميها اونرز اكويتي، يعني قديش هو ساهم في الشركه. الليبيليتي ديون الاسيت الايش الممتلكات الموجوده. الان البرو فورما بالانس شيت لهذه الشغله باجي بطلع الاسيت قديش عندي. كورنت اسيت اللي عندي الكاش هاي عندي 41 ألف ونص في الوقت اخر السنة الوقت الحالي. الاكاونت ريسيفابل يعني اللي عندي وصلني 52 ألف. الانفنتوري اللي عندي ايش 1.2، هدول كلها هيتم بوزيتيف اجمعهم هتعطيني 94.7، يعني هالقد انا امتلك عندي نهاية السنة. الان فيكست اسيت الاكويكمنت اللي عندي قديش فيها 72 ألف. less depreciation اللي عندي قديش نزلت عندها 14.4، لما اطرح ال 14.4 من 72 لانه هذا 72 ثمن اجهزة، الان بعد سنة نزل السعر تبعها ب 14400، الان اللي ضل عندي قديش 57600. الان التوتال اسيت ككل عندي الرقم هذا زائد الرقم هذا بيعطيني 152 ألف و.3، هذا اللي موجود عندي. طيب الليبيليتي ايش عندي؟ اكاونت بيبل يعني عندي حاجات انا كاتب فيها شيكات 13600 الموجود. الاونر اكويتي قديش كل واحد عندي؟ 3 شرايك كل واحد دفع 100 ألف 100 ألف 100 ألف. اللي ضل عندي من ال 100 ألف يعني لما جيت اطلعت عليهم هنا طرحت الرقم هذا 13000 من الموجود عندي، يعني هنا جيت لل 152 ألف.3 طرحت منهم ال 13600 قديش ضل عندي؟ 148 ألف.7. الان اطلع الرقم الموجود عندي هنا، لو جيت للرقم هذا طرحته من ال 300 ألف قديش بدي يعطيني؟ بدي يعطيني 152 ألف و300 في هذا المجال. كويس، هذا الريتيرن ايرنينج لاخر السنة الموجود عندي. بس اللي عندي التوتال قديش؟ 100 التوتال لايبيليتي اند اونر اكويتي الموجود عندي 152 ألف و300، هذا القيمة اللي انا موجودة عندي بشكل عام. طيب البريك ايفن اللي هي نقطة التعادل، value of sale where the venture either makes a profit nor incurs a loss، يعني هنا الشركة لا بتربح ولا بتخسر. البريك ايفن فورمولا ايش التوتال بدي اطلع عليها؟ هذه التوتال financial cost اللي عندي قديش انا اللي بتكلفني، والاس بي للفينشر كابيتال per unit margin marginal contribution، يعني هذه بدي اجي اطلع قديش عندي التكلفه لليونت على قديش انا السيل برايس الموجود عندي. هذه بتقول لي يعني ماينس الفينشر كابيتال per unit، يعني السيل برايس اللي عندي قديش هو ماينس الفينشر كابيتال على اليونت، هذه بتقول لي وقتيش تاخذني للتوتال
فاينانشال كوست اللي عندي، قديش بتاخذني لاوصل للبريك ايفن في هذا المجال. طلع عندي major weaknesses in calculating the break even lies in determining if a cost is fixable or variable. طبعا الكوست لما يكون variable او fixed، الفيكس ثابت، الفاريبل متغير، يعني احيانا بتزيد او بتنقص مع الانتاج بالوحده، يعني سعر الوحده في هذا المجال. اذا بتطلع هاي مثلا هنا عدد الوحدات، كم وحده لازم اعمل لوصل للبريك ايفن؟ هذا بتقول لي انه بدي البريك ايفن عندي $4 لكل وحده، وهذه لما نوصل تقريبا 320، يعني 320 وحده لازم انتج عشان اوصل 320 الف وحده لوصل لايش؟ للبريك ايفن في هذا المجال. والتكلفه عندي هاي الموجوده في هذا المجال، هذا البريك ايفن في هذا. البرو فورمولا سورسز، من وين بدي اجيب المعلومات لهان؟ ان ابلكيشنز اوف فاندز سورسز اوبريشن نيو انفستمنت لونج تيرم بوروينج والسيل اوف اسيت اليوزز والابلكيشن انكريس اسيتس دائما ريتاير لونج تيرم لايبيليتي، يعني اللونج تيرم هذول بدي اخلص منهم او اقاعدهم، يعني ريديوس اونر اور ستاك هولد ايكويتي، يعني هذه لما يكون عندي فيه فاندز كثير يعني الاونر الايكويتي المساهمه تبعته بدي اقللها، بي ديفيدنس بدي ارجع يعني عائد اعمل للناس المساهمين في هذا المجال. الان عاده هذا الشغل كله ممكن ينشغل على برامج او على المايكروسوفت اكسل. مايكروسوفت اكسل حاجه يعني بتقدر تعمل فيها هذه الحسابات الموجود، او في عندنا برامج بسيطه سمبل سوفت وير فري او رخيصه بتبقى متاحه لمين؟ للستارت اب كومبانيز في هذا المجال. هذا بشكل عام. هذه المعلومات اللي بنتكلم فيها مهمه جدا، الفاينانشال بلان، يعني انت بدك تحط حد لحالك قديش بدي بيع، قديش بدي اشتري، ايش التكلفه، ايش تكلفه الايجار، ايش تكلفه الايدي العامله، ايش تكلفه المواد اللي بدي اسويها. وهذا الان يعني بدينا في الشغل الجد في هذا المساق، يعني انت حددت الخدمه، حددت البضاعه اللي بدك تعملها، حددت المكان والايجار وكل هذه الامور، فالان بدنا نبدا نشتغل على هذا الاساس. يعني ثلاث شغلات مطلوبة منك، مطلوب منكم خلال السبعة أيام القادمة. إيش هي؟ أول حاجة مطلوب منك تحدد إيه، يعني أنت حددت الشركة وحددت إيش بدك تعمل الآن، بدك تحدد الخدمة هاي وين بدك تنشئها، إيش نوع الشركة اللي بدك تنشئها، هل هي بروبرتور شيب ولا هل هي بارتنر شيب ولا هل هي كوربوريشن، بدك تحدد قديش تكلفة في هذا، قديش بدك تحط فيها. الآن نتكلم على الماركتينج بلان، إيش وضع السوق، مين المنافسين، يعني دراسة حقيقية مش دراسة بالهوى هاي، يعني فبدك تجمع هذه المعلومات بشكل سريع. بدنا نتحدد نحقق برضو من الشغلات اللي هي نتكلم عنها، الفاينانشال بلان تبعتي قديش بدي ابيع، قديش بدي اسوي، كل هذه المعلومات، التكلفة عندي، فلازم اجمعها للشركة تبعتي بإذن الله. ويعطيكم العافية على هيك.